يبدو أن العملية العسكرية التركية في عفرين ألقت بظلالها على العلاقات التركية الأمريكية، وأجبرت واشنطن على النظر بجدية لمطالب أنقرة فيما يخص تواجد الوحدات الكردية على الضفة الغربية لنهر الفرات وانسحابها لشرقي النهر. وسائل إعلام تركية نقلت عن وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو قوله أن بلاده والولايات المتحدة ستشرفان على انسحاب مقاتلي وحدات الحماية الكردية من مدينة منبج. أوغلو أضاف أن تركيا والولايات المتحدة ستضعان خطة شراكة بين البلدين لتأمين منبج خلال محادثات من المزمع أن تجري في 19 من الشهر الجاري، وقال مهددا أن القوات التركية ستنفذ عملية عسكرية بمنبج في حال فشل ذلك، في إشارة إلى إذا ما رفضت الوحدات الكردية الانسحاب من هناك. وزير الخارجية التركي نفى تقديم بلاده لأي طلب لنظام الأسد فيما يتعلق بمنبج، مضيفا أن أنقرة ستراقب عملية سحب الأسلحة التي زودت الولايات المتحدة وحدات الحماية الكردية بها في سوريا في خطوة قد تتسبب في إعادة توتر العلاقات بين البلدين الحليفين في حلف شمال الأطلسي. من جانبها وبعد ساعات من تصريح وزير الخارجية التركي، قال مسؤولون في الوحدات الكردية إن قواتها انسحبت من منبج منذ شهر آب من العام 2016، وقد تم تسليم أمور الدفاع والحماية والإدارة إلى مجلس منبج العسكري وقوات الأمن الداخلي ومجلس منبج المدني على حد قول المسؤولين أنفسهم.